وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله غالب الحميري، عضو برنامج تواصل مع علماء اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، بداية حدثنا عن هذه الشعيرة العظيمة وهذه الأيام المباركات وهذا الركن أيضا الخامس من ديننا الإسلامي الحنيف، والرسالة أو الغاية من هذا المشهد العظيم، مشهد الحج عموما والوقوف بعرفات على وجه التحديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه وبعد. اللهم صل وسلم. هذه الأيام المباركات من أعظم أيام الله، بل هي أعظم أيام الله، أعظم أيام الدنيا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعظم أيام الدنيا، وقال: ما من أيامنا العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهي أعظم الأيام على الإطلاق، لا يوجد في العام ما هو أعظم من هذه الأيام، لا سيما أن فيها يوم التروية، وفيها يوم النحر، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم القر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأن الله تعالى يباهي عشية عرفة بأهل الموقف، وأنه يغفر لكل الناس، وأنه سبحانه وتعالى من المؤمنين يوم عرفة. وأخبر الله تعالى أن الحج الأكبر يوم النحر، وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الحج أو أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم الثاني اليوم الثاني للعيد، وهو اليوم الأول في منى. نعم. فهذه طيب أيام. نعم. طيب معلومة. الشيخ عبد الله. نعم. تفضل يا شيخ. الشيخ عبد الله، نتحدث في هذه الحلقة عن المقاصد الدينية والتربوية والأخلاقية أيضا والإنسانية عموما من هذه الشعائر من الحج عموما. أهمية هذه القيم وكيف تنعكس على حياتنا بشكل عام، وما هي أيضا القيم التي نتعلمها عموما من هذه في هذه الأيام المباركات؟ الفقيه والناظر في شعائر الإسلام المفروضة يجد أنها كلها تصب في هذا المنوال، سواء كان في الصلوات الخمس أو كان رمضان أو كان الحج إلى بيت الله الحرام أو غيرها. هي عبادة اجتماعية وجماعية، لا تؤدى بالصورة الفردية أبدا، وإنما تؤدى بصورة جماعية، تشكل وحدة الهدف ووحدة التوجه ووحدة المصدر ووحدة الأمة ووحدة العقيدة، وتشكل صورة رائعة من التكافل والتآزر والقوة والاعتصام. هذه أمة الحقيقة من خلال شعائر دينها كلها تحثها على الاجتماع، وعلى أن تكون عصبة واحدة وأمة واحدة ويد واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم. طيب شيخ عبد الله، من مقاصد الحج أيضا إذابة العنصرية والطبقية، وأن الناس سواسية كما نعلم جميعا، كيف تنظرون لهذا الجانب، خصوصا وأننا نرى في بلادنا من يضع أفضلية لسلالة دون أخرى؟ والله الإسلام في تعاليمه كلها يذيب هذه العنصرية ويميتها ويجعلها تحت قدميه. إنما الناس لآدم وآدم من تراب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث وفي أعظم موقف: أيها الناس، إن أباكم وإن دينكم واحد، إن ربكم واحد وإن نبيكم واحد، وإن دينكم واحد وإن أباكم واحد. الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. نعم. ويتجلى ذلك من خلال اللباس أيضا، يتجلى ذلك من خلال كل الله من الشعائر الشعيرة، ولا لبيك اللهم لبيك شعار واحد، ثم كذلك أيضا الوجهة واحدة، ثم كذلك الشعار واحد، ثم كذلك أيضا الموقف واحد، وكلها تجسد هذا المعنى. أنه الموقف العرفة هو صورة مصغرة مبسطة لموقف القيامة والحشر، ولهذا لا تمايز بين الناس لا بالغنى ولا بالفقر ولا بالطبقية ولا بالنسب ولا بشيء، إنما يتمايزون عند الله بالتقوى.
وهذا دين جامع، وحاشا لشرعة الإسلام وصبغة الإيمان أن تفرق بين الناس على أساس النسب أو الوطن أو اللغة، معاذ الله. فالناس يأتون من مشارق الأرض ومغاربها، تختلف لغاتهم، تختلف ألوانهم، تختلف بلدانهم، ويتوجهون إلى بيت واحد. ما في معاملة خاصة للعربي دون العجمي، أو هذا أفضل من هذا. هذه مدرسة إبليس، مدرسة لا تنفق إلا على الجهال وعند الجاهلين. نعم نعم. طيب شيخنا، للعام الثاني على التوالي وما فرضته هذه الجائحة، جائحة كورونا، على أن يكون الحج استثنائيا طبعا، كيف تنظر إلى ذلك والإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية تبعا لكل ذلك؟ والله هم أخبر بما ينبغي لهم فعله بهذه الأمور، ولا شك أن الاحتياطات والإجراءات التي قامت بها المملكة هي إجراءات موفقة منذ بداية هذه الجائحة، سواء كانت على المستوى الشعبي أو المستوى العام أو الخاص. وهي الحقيقة دولة لها يعني جهد مشرع في هذا الجانب، والحمد لله أنها حافظت على أرواح الناس وحافظت على، ضيقت المرض وحددته في، وحاصرته أيضا. نعم نعم نعم، حاصرته وأوجدت إجراءات، يعني الذي يزور يعني مكة ويعتمر خلال هذه الفترة ويشاهد الإجراءات والاحترازات يعرف أن هناك جهودا كبيرة مبذولة يشكرون عليها وجزاهم الله خيرا. نعم. ويعني إذا نظر الإنسان إلى هذا الواقع تأسف إلى حال بلدنا وما يعانيه الناس من الفوضى وعدم الاهتمام والاختلاط المخل بكل أبسط قواعد الإجراءات. للأسف. نعم للأسف. هنا هذا هو الفرق بين حكم دولة وحكم ميليشيات. نعم نعم. هذا طيب هو الفرق. نعم. طيب رسالتكم أيضا الشيخ عبد الله لمن لم يتيسر لهم الحج ويشاهدوننا الآن، هل من توجيه لمن لم يحج هذا؟ نعم هذا نعم. العام، من لم يتيسر له الحج فليحج بقلبه، فإن الرحلة إلى الله هي ليست رحلة أقدام وإنما هي رحلة قلوب. من جميل. فاته الوقوف بعرفة فلا يضيع الحق الذي عرفه. جميل. ومن فاته الهدي هناك فلا يضيع الأضحية والمواساة والبذل والإعانة المساكين، وكذلك أيضا لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى، ويشاركهم بأنواع الطاعات من صيام وتكبير وعمل صالح وبر. الحمد لله أن في الإسلام فسحة، وأن من فاته شيء من أنواع العبادة يمكن أن يتداركه في شيء آخر وباب آخر. أبواب الإسلام واسعة ولم يضيقها الله تعالى، فمن ضيق عليه في باب فتح له أبواب أخرى، وهذا من سعة الإسلام. نعم. طيب في الختام نختتم معك بكلمة بسيطة عن أهمية التكافل، التكاتف المجتمعي، وأهمية أن ينظر كل ميسور، كل من يملك شيئا أن يقدمه لجاره، لمن يحتاج في مجتمعه. لا شك أنها أيام البر، أيام الصلة، أيام التكافل، أيام التواصل، أيام الخير، التنافس في الخير والبر. والإنسان ليس أنانيا يعيش لنفسه وشهوته، وإنما يعيش لمجتمعه. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني التكافل، التواصل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الإنفاق على الفقراء والمساكين، والنظر إليهم وإلى المحاويج، ربما قد يقوم مقام الحج ويزيد عليه في الأجر، فلا يضيع الناس هذه الفرصة أبدا. نعم. فالناس أحوج ما يكون إلى أن يلمسوا بركة هذه الأيام وبركة هذا العيد وبركة التآخي والتعاون والتآخي في الله تعالى. نعم. نعم. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. وإياكم إن شاء الله. وإياكم الشيخ الدكتور عبد الله غالب الحميري، شكرا جزيلا لك.